أنا داخلة مهنة جدا إنسانية. الإنسانية لازم تكون شيء أساسي عندي. التطوع زاد فيني هذا الشيء، وصرت يعني أفكر بالناس أكثر، كيف أسعدهم، أغير من نفسيتهم، أرفع من معنوياتهم. العامل النفسي أمر جدا أساسي على المرض. يلا سكري. أنا كنت إنسانة كثير انطوائية، صرت إنسانة اجتماعية، أتعامل مع الناس، أحس فيهم أكثر. أوكي، من الأول كنا بنحس فيهم، بس لما بنشوف الشيء قدام عيوننا غير. فنحن كنا نتواصل مع الناس، نشوف هم شو بحاجة، ونسجل بياناتهم كاملة، وناخذ مواعيد معهم عشان يجوا يسووا الفحص ونطمن عليهم. في مواقف جدا حزينة مرت علي لما يكون في خبر وفاة حدا بسبب كورونا. نحن جدا صعب علينا خبر الناس انه حدا غالي عليهم فقدوا، خصوصا لما يكون ولد لأهل، فهو ما في اغلى من الولد على اهله. كان جدا صعب الموقف، احنا لازم نواسيهم، لازم نوقف معهم، لانه قضاء الله وقدره بالنهاية صحيح، لكن مش كل حدا بيتقبل الموضوع بسلاسة. لازم نكافح بشكل اكبر عشان نتخلص من هذا المرض بشكل نهائي. المهنة جدا انسانية والعمل جدا جميل، ومن ناحية انه احنا بنفكر بشكل كامل انه نخلص من هاي الجائحة عشان ترجع الحياة الطبيعية مثل ما كانت. كتير حلو لما نشوف كل اللي حوالينا بصحة، فنحن اللي بدنا نوصله انه نحن نخلص من هاي الجائحة بسلام، ما نفقد اي غالي او عزيز علينا.